السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرسة. رجعتكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو اكتشفت، أو بالأحرى امبارح اكتشفت أنه في قانون على الستانس. أنا بتذكر أنه كان في قانون على البي في بي، بس أنا بصراحة كنت مو مهتم لدرجة أني ما قريت القانون. ولا بكتشف أنه القانون بيقول لك decrease all heroes damage taken by 30% when assuming a stance. وبما أنه حاليا في عندي كم شخصية كانسراوية عندهم ستانسات، قلت لحالي ليش ما نجرب. هلا بصراحه ازرق ما لقيت شيء مناسب اكثر من تشاندلر، مع انه انا كنت افضل اني احط مثلا ارثر ولا شيء، بس مصيبه ارثر ما راح يفيد هذا التيم بشيء، فقلت لحالي خلينا نمشي حالنا. طبعا الفكره من التيم هو نعمل رش التي لهاد وبس، هو هي الفكره من التيم، وما راح احط شيء، ححط ديفنس فود. نحاول انه نروح فل كانسر. الديفنس تبع ترميل 22600. والله في حدا من اللينكات وبيعطيه ديفنس؟ للاسف ما في. طيب المهم عرفتوا شو الفكره من الفيديو، خلونا نبلش. اوكي جيم 1 مليودس، خلينا نشوف شو الوضع. ممتاز جدا. اذا عملنا هون ستانس ونحرك هاي، نحط كاونتر ولا ما في داعي؟ نحط كاونتر. يلا سمعين شي، بس المشكلة هيك بهذا التيم والله صعب حيكون رش التيمت. اوكي صار عندنا رش التيمت. هلا كيف بدي احاول؟ اوكي كنت عم فكر احط استروسا بالسب. شوف شوف ما عم ينزل دمج، ما عم ينزل اتش بي. انا بنعمل هيك، ما عندهم الكنترول صح. اوكي انا المفروض الاتش بي تبعي مليار. ما هي الدمج تبعها ولا شيء. طيب هلا اذا عملنا مارجريت ليفل 2 تبعها بتعطيني؟ لازم تكون جولد لحتى تصير، لحتى تصير تعطيني ستاتس. والله 30000 يعني مو سيء، بس انا ما تنسوا انه مو حاط. شو عم يعمل هذا الحمار؟ هذا بوت. طيب نعمل هاي، بعدين نعمل هاي وهاي. خلينا نشوف هالتارميل شو هيعمل. مفروض يعمل له شي مليون. اوهو مليون و200، ممتاز. بان حبيب القلب بان. نعمل رش التي مرة تانية. هيك هيك هيك. هلا السؤال هو كم اتش بي بان بده يكون. هلا المفروض احنا صار لنا تايب ادفانتج، ف اوكي كول. بس ان شاء الله ما تروح الباف تبع شو اسمها، شيت راحت. كم اتش بي هذا؟ 400000. هات لنشوف بيقتلو. 409 بيقتلو، ليش لا؟ والله نويس. هذا عنده ريلك المسكين. نايس نايس. بس بدي اشوف هذا التيم ضد تيم بان شو بيعمل. المفروض ضد تيم بان يكون ممتاز. هلا على فكرة انا كأنه امبارح لعب ضدي واحد كان حاطط سارييل الجديد على بان. اعتقد كان كل شوي بيضربني بينزل لي الكريت دامج والكريت شانس تبعاتي. هذا نفس التيم تبعي بس على كانسر، حاطط ضايف لز على المعادله مشان يصير كانسر اكثر.
والله ما حبيت الوضع. شيلد باف دمج. طيب هلا نحن هو عارفان شو الطبخة. طيب نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك. روح يشيلها طبيعي. جانا مرجر حلو. على مين نعملها؟ نعملها على هاد ان شاء الله ما ياخذ بيشنس. احتمال ياخذها انه تشاندلر ما بخبركم دبجه شو عالي 200. هلا بدي اضطر يعمل كلينز بعدين يشيل الالتي. كان يعمل ستان كمان يعني. هي صايره فعليا في سباق رش التيميت بيني وبينه. اوكي طيب نعمل كلينز نعمل التي نعمل تونت ولا نعمل رش التي؟ والله نعمل تونت. احنا الهدف تبعنا انه نعمل رش التي لهذا. بس هي ما اعتقد تقتل حدا يعني. بس ممكن تنزلهم شوي اتش بيون. 300,000 دمج حزين. اوكي ما عم تزبط معنا الرش التيميت احنا لا بطريقة ولا باخرى. هذا بوت. هلا دارت لي الفكرة انا. هو منيح انه معامل تونت. هاي سيفر مشكلة. بلوك سكيل. اوكي ممتاز. اوكي نضطر نعمل هيك. حتى لو ما عملت اللي بدي اياه بس المهم الافكت تبعها. اوه والله قتلته. والله قتلته. بس هلا هي الوحيدة اللي ما عليها الافكت. هلا هي كلينز تبعها مثل قلته. ممتاز انه بيشنس. طيب هلا بدنا نعملها هاي لليز. نعمل له Alt Control و Stance. لا 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 نعمل هاي لليز. نعمل له هاي Alt Control و Stance لأنه على كل الأحوال هي هديك اللي على اليسار عليها Alt Control عليها الإفكت فما حتقدر تعمل له كلينز. واللي على اليمين ما رح يقدر يعمل لي Stun. سوري راح ما يقدر يعمل لي الت كنترول. شيلد هذا مثل قلته وهي مثل قلته المفروض. هي ليش مو مثل قلته؟ شو بالنسبه وات ما نفعت يعني اي ولا شو؟ طيب بدنا نحط كل الكروت تبعنا. حلو ما نفعت مبدئيا هي على الالتي تبع ليز. انا لو عارفان كنت عملتها على ليز. لازم اعمل بحوثات اكتر لكن اي اذا ما قتلته انا خسرت. اوكي 1,300,000 منيح قتلته. حط جلي ثندر ساب. اهلا وسهلا بجلي ثندر. تيمو فعليا الكانسر كمان يعني. بس انا افضل بصراحة تشاندلر عن ليز.
لأنه تشاندلر الستانس تبعه ممكن تكون مفيدة. الليز كمان الستان والشيل تبعاته مفيدين، بس بوجود مارغريت الستان مو كتير فعال. صح، انا نسيت احكي لكم انه 50% من اللي عم شوف الفيديو هذا حاليا مو مشتركين بالقناة، فاذا عجبكم المحتوى يا ريت تشتركوا وتضغطوا على زر اللايك، واذا بتحبوا تتابعوا محتوى الانمي يا ريت تشتركوا بقناة الانمي تبعي، راح احط الرابط تبعها بمربع الوصف. شكرا لكم و 300,000. اوكي والله التي تبع مارغريت حاسه صايره اضعف. والله اللي كان عم يلعب ضدي على فكره لو كان ريل بلاير كنت كثير حعاني، لانه تيمو كانسر كثير لعبان ضد هذا التيم كمان قبل هيك انا. والمشكله انه الميتا الحاليه بتخلي الاتاك سكيلز دمجهم اقل. هذا التيم ما بيخاف منه كثير المفروض يعني. بس انا عم يجيني الميرجر نفسه كل شوي ما عم يعجبني الحكي. خلينا نروح اول اتاك. بس ضربت هيك عشوائي. اوكي هلا فينا نعمل رش التي. هو عنده ولا حدا في الت كنترول. والله في عنده جوثر ممكن بومز. شيت اوكي اوكي. طيب لازم نعمل له هاي لهاد، نعمل كلينز بعدين نعمل ستانس. اللفة الجاي بنعمل التي، نحاول نعمل التي اللفة الجاي لانه شكله هيعمل دمج كتير. انا مو عاجبني موضوع البفات اللي عم ياخدهن هو حاليا. ممتاز الت كنترول، فينا نجيب دبل التي اللفة الجاي، وهو بجيب التي كمان، هو بيعمل رانك اب للهوا كمان. بس مليودس شو وضع الدمج تبعه؟ واو المدمج قليل بصراحة. طيب إذا عملنا ستانس، عملنا ألت كنترول وعملنا هاي، نحاول نعمل تشيب دمج 120,000. والله فرق منيح يعني. هلا المشكلة إنه هي رح تروح. شو نحن قتل هاد؟ نحن قتل هاد. وعلى كل الأحوال شاندلر ما كان عامل كتير تأثير بالتيم. لا خلينا نعمل هيك بعدين هاي بعدين هاي. منيح انه طب هو ليش عمل الجولد؟ انا مو فاهمان هلا فكرة البوت بصراحة. ليش عمل الالتي على تشاندر المسكين؟ شوفني حاطط سب مارغريت سب. هدول الناس اللي بس بدهم سي سي بالتيم، حط لك سب ما له دخل بالتيم، هو انتهى على كل الأحوال. بس على فكرة بتعرفوا ألتي مارغريت ممكن تكون مفيدة والله. كله بوتات؟ أنا يا فيديو بيجي كله بوتات يا بيجي كله ريل بلايرز وويلز كمان. أوبس ريل بلايرز. خلينا نشوف. بس مصيبة بهذا التيم الجيم كتير بمطمط كتير. وعلى فكرة ما تنسوا تكتبوا لي تيمات حابين نجربهم. او تيم بان. واخيرا اجانا ميرجر جميل. لا في عنده، خلينا نلعبها ب
بذكاء على أساس نعمل هي. لا والله ما لعبت بذكاء بصراحة، بدي استانس اللفة الجاية مشان ما يعمل لي الت كنترول اجين. ممتاز. هيروح يعمل الت كنترول بعرف، انا مشان هيك عملت الاستانس. والتيري المشكلة الالت كنترول تبعه مزعج. فاحنا هلا شو بدنا نعمل؟ نعمل له الت كنترول لتيري، نعمل الاستانس، نعمل هاي، هنعمل هاي. بس السؤال الاقوى، هل عنده القدرة هذا التيم يقتل بان؟ اذا عملت باف واحدة بس لمارغريت، هل عندي القدرة اني اقتل بان؟ اوكي انا اذا عملت 1 2 3 يمكن، لا بدي اعمل هي، بدي اعمل 1 2 3. ارثر ممكن ما يموت، احتمال كتير كبير انه ما يموت. هذا عم يتبوتن علي. 2 3. ارثر اذا ما مات انا حانزعج كتير، لانه هو احتمال كتير كبير ما يموت. بس المهم بان يموت، بان المفروض يموت، ما عليه بفات كتير من الباسيف. بيرفكت بيرفكت. هلا هذا صار معي ما بيعمل شيء لحاله، مو مضر، حتى مع الالتي مو مضر، اخره يقتل لي واحد من التيم. بس بان المزعج. وانا في شغله مو فهمانه بالناس اللي عم يلعبوا بتيمات بان، حتى لو هذا كان بوت، بس في ريل بلايرز بيعملوا الحركات هاي. ما بيضربوا كروت بان، بيقعدوا بجمعوا. شو الفكره بالله؟ هات لي، مو فهمانه انا. جمعوا كروت بان. طيب هلا نحن احسن شيء ممكن نعمله هو نعمل راش التي بهاي، عشان ما يطول الجيم زيادة. هذا هو غير شي، تيمات بان بيطول الجيم. شيت، حقدر اضربه لهذا، حضرب تويكو. يلا نقتل تويكو. لا والله استنى، هذا عامل ستانز المفروض اقتله، بس ممكن هاي ما تقتله. بس ملاحظة يعني. اوكي قتلته. يا حرام تويجو هلا راح الافكت تبعه، عاد الكروت تبعه الافكت تبعه بخوف. ما بخبركم، بتعرفوا شو اللي ناقصه لهذا التيم؟ ناقصه جوثر الاخضر، مو الفستيفال، جوثر العادي، بس مشان يعطيني الباسيف تبعه، مشان يعطيني الباسيف تبعه ورانك اب. لانه اذا عندي رانك اب بهذا التيم، تخيلوا ستانس ليفل 3 ب ب بتارميل، تخيلوا كميه الدمج ريدكشن اللي حتصير ساعتها. بوت هذا كمان ما عم بفهم شو قصه مصنع البوتات اللي موجود بالبي في بي حاليا. على فكره اذا انتوا شفتوا ديان الجديده، انا متاكد انه شفتوا ديان الجديده، انا ما بعرف ليش عم بسال. انتوا ما شاء الله تشوفوا ديان الجديده قبل ما تنزل حتى. اوكي هذا التيم حقير، هذا التيم جدا حقير. احسن شيء ممكن، شو ممكن كاونتر لهذا التيم؟ تعمل هاي لمارغريت هو احسن شيء. نعمل هيك، بس المشكلة مو هون، المشكلة انه حتى لو عملت له بلوك للسكيل افكت تبعه لكينج، الباسيف تبعه هي اللي بتعطيه الشيلد. هي نقطة مهمة جدا. عندهم الت كنترول، عنده مارغريت، عنده كينج. اوكي هي على الفاضي، وما عمل شيء. انا شايف حيعمل الت كنترول بجوثر. بيشنس بيرفكت. دمج كلب. طيب هلا نعمل لهاد، لا
نعمل لهاد بعدين نعمل هيك نعمل ستانس. متوقع انا متوقع انه هو ما عنده كلينز بمارغريت فحيعمل رانك اب ويضرب بكينج. حلو حد زلمة حيصير معه قلتي بيشنس ممتاز. طيب هلأ المومنت اوف تروث بدنا نحرك نعمل هيك ونعمل هيك. هلا لا تسألوني كيف بدي اذا ضربني بكينج بدي احط شيلد. هلا بلش يستخدم كروت كينج. هذا شكله مو بوت على فكره، ما بعرف ليش بلش تشيك انه هو مو بوت. هاي كتير حتكون مزعجه كتير. اوتش هلا عنده شيل جبار يمكن هو ودبل التي وهي ما اعتقد حتكون كافية ان تقتله للأفس. والله شكلي رح اخسر. ما اعتقد الالتي حتشيله ابدا. حترجع لي اتش بي 180,000. يا عفو الله الفرق. لا انا ما عندي مشكلة بس المهم انه هذا مو تيم بان. بس دي شوف تصدقوا كان لازم اعمل ما كان عندي ستانس لحتى ستانس. تيمي ودع بتاع الدوري. التي كينج اقسم بالله كتير قوية. شو ذا ريل بلاير. شوف كينج اخر شي بس ضرب. بس شوف الضربة اللي ضربها شو عمل فيها. كتيم ما عجبني كتير بصراحة. اول ريل بلاير طلع ضدي انزليت. بس ممكن لو بحط سارييل ضد كينج التيم هذا ما بيقدر يعمل شي. ممكن لو بحط ساريال بس بصيبة ساريال ما بيستفاد من هذا. بس حتى بنحط جيلي ثاندر الأخضر. كنت عم فكر حط ساريال وإستاروسا. قالوا لي شو رأيكم انتو إذا حط ساريال وإستاروسا وواحد ثالث مثلا روين مثلا. كتير ممتازة بتكون. فول دامج ريدكشن. استنى نشوف روين شو وضعه. مو ليفل 90 لانه ساعتها اذا بعمل مو هاي مع الدي بافين اللي عند ساريال وعند استاروسا اللي ضدي سبام بيشنس. على العموم هذا كان الفيديو تبع اليوم. كتير طولت بالفيديو بتوقع. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة تضغطوا على زر لايك اذا عجبكم المحتوى وكتبوا لي شو التيمات اللي حابين نجربها بالبي في بي. نشوفكم على خير الفيديوهات جاية جاني.